مسألة خطيرة كده هنقولها بسرعة. هل يقبل حكم الصادر من هيئة خلاص يعني اتفقنا على التحكيم وعملنا اتفاق شرط أو مشارطة وجبنا محكم وما اختلفناش والمحكم فصل في النزاع، فصل في الايه؟ في النزاع وأصدر حكمه بقى معانا حكم ايه؟ حكم تحكيم. عايزين ايه بقى؟ ننفذه أو نطعن عليه؟ يعني دي نقطة ودي ايه؟ نقطة. الحكم العادي لو مش عاجبك اللي صادر من قضاء الدولة، لو مش عاجبك بتعمل ايه؟ بتروح تطعن عليه، صح ولا مش صح؟ ممكن تطعن عليه تاني قدام تاني درجة اللي هو الايه؟ الاستئناف، صح؟ طيب وبالنسبة للمسائل الجنائية في المعارضة. طب والله لو انا صادر حكم محكمة الاستئناف وعايز اطعن عليه ومش عاجبني، في خطأ في تطبيق القانون، اطعن بايه؟ اطعن بالنقض، مش في خطأ في تطبيق القانون؟ مش عندي طرق طعن عادية وطرق طعن غير عادية؟ الغير العادية اللي هي التماس عادة النظر والايه؟ والنقض. جاء المشرع في المادة 55 في المادة 52 معلش فقرة واحد حطلنا نص خطير جدا. قال لك ايه؟ قال لك لا تقبل احكام التحكيم التي تصدر طبقا لاحكام هذا القانون اللي هو قصده قانون مين؟ التحكيم. الطعن فيها باي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون مين؟ المرافعات المدنية والتجارية. يبقى طرق الطعن المنصوص عليها فين؟ في قانون المرافعات. يبقى حكم التحكيم لا يقبل الايه؟ الطعن عليها لا بالنقض ولا بالتماس عادة النظر ولا بالاستئناف ولا الكلام ده. طيب ولا يقبل وفقا لاحكام هذا القانون، وانا هنا لم انص على نص يديك الحق ان انت تطعن على حكم التحكيم. يبقى اذا اول حاجه تعرفها ان حكم التحكيم لا يقبل الطعن عليه بطرق الطعن العاديه او طرق الطعن غير العاديه في القانون الايه؟ المصري. خباك القانون الانجليزي بيسمح بالطعن بالاستئناف على حكم ايه؟ على حكم التحكيم. الطعن في القانون الفرنسي بيسمح بالطعن بالاستئناف اذا احتفظ الخصوم بحقين في الطعن بالاستئناف. يعني لو في القانون الفرنسي لو هنطلب مثلا تطبيق القانون الفرنسي على النزاع مثلا وما حطناش ملحوظه كده واتفاق كده ان انا يجوز لي ان انا اطعن بالاستئناف، مش هينفع تطعن بالايه؟ بالاستئناف. ده تعديل حديث في 2011 بيضيق من نطاق الاستئناف او الطعن بالاستئناف على حكم التحكيم في القانون الفرنسي. خلينا في القانون المصري. القانون المصري بيقول ايه؟ لا يجوز الايه؟ الطعن تماما، ما ينفعش تطعن عليه لا بطريق عادي ولا بطريق غير ايه؟ غير عادي. جاء في الفقره 2 وقال يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقا للاحكام المبينه في المادتين التاليتين اللي هي الماده 53 والماده 54. يعني المشرع عمل لنا نظام بديل للطعن على الايه؟ على حكم التحكيم. انا صحيح ما ينفعش اطعن بطرق طعن عاديه ولا طرق غير عاديه، لكن ينفع ارفع دعوى ايه؟ دعوى بطلان. يعني ان صح التعبير وهو غير دقيق ان احنا نقول ان دعوى البطلان مش يعني نظام من او طريق من طرق الطعن. هو طبعا احنا كبتوع مرافعات وكشغالين في المجال ما ينفعش نقول كده، ده غلط، ان طرق الطعن معروفه، ولكن احنا علشان نوصل المعلومه بنقول ان هو نظام ايه؟ نظام بديل لنظام الايه؟ اذا انت عندك في الاحكام قاعده في قانون المرافعات معروفه لا دعوى بطلان ضد الايه؟ الاحكام، الا اذا كان الحكم ايه؟ منعدم. الا اذا كان الحكم ايه؟ منعدم، يعني صدر من قاضي زالت عنه ولايه القضاء، صدر رفع الدعوى ضد شخص متوفى، الكلام ده كله ده بيكون حكم ايه؟ منعدم. والحكم المنعدم وسيله تصحيحه هو ايه؟ هو رفع دعوى بطلان اصليه. ده بالنسبه للاحكام القضائيه. في التحكيم بقى انا جاي لك اهو بقى اهو، دعوى البطلان اللي هترفعها ضد احكام التحكيم بترفعها وفقا للماده 9 من قانون التحكيم اللي بتحدد لك المحكمه الايه؟ المختصه. والله لو المحكمه اساسا اللي كانت مختصه بالنزاع لو كنت رفعته امام قضاء الدوله، محكمه ايه مثلا؟ محكمه مثلا جنوب القاهره الابتدائيه. طب لو كانت ده لو كان تحكيم داخلي، طب انا بقول لك باختصار، طب لو كان تحكيم خارجي والله انه روح قدام ايه؟ محكمه الاستئناف. طب لو قيمه النزاع كذا روح قدام محكمه الاستئناف. بص غالبيه التحكيمات لانها بتكون في مبالغ كبيره بتروح قدام محكمه الايه؟ الاستئناف. فانت بتروح قدام محكمه الاستئناف القاهره تطعن على حكم الايه؟ ترفع دعوى ببطلان حكم مين؟ حكم التحكيم. طب ايه هي الاسباب اللي تخليك ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم؟ خلي بالك اول نقطه لازم تعرفها ان الاسباب دي محدده على سبيل الايه؟ الحصر.
يعني ينفعش تقيس عليها ولا تضيف ايه اليها ولا تتوسع فيها. ثلاث حاجات، لا تضيف ليها ولا تقيس عليها ولا تتوسع فيها. طب الحاله الاولانيه او السبب الاول ايه؟ قال لك لا تقبل دعوه بطلان حكم التحكيم الا في الاحوال الاتيه. خلي بالك اهو اللي انا كنت بقول لك عليه، اذ لم يوجد اتفاق التحكيم، اذ لم يوجد اتفاق تحكيم. يعني لو ما كانش فيه ايه اتفاق تحكيم، تعال بقى للحته الخطيره، او كان هذا الاتفاق باطلا او قابلا للابطال او سقط بانتهاء مدته. لو كان ايه باطل، طب تصور هنا مشكله. في الاول واحنا بنتكلم عن الدفع، الدفع بعدم قبول الدعوه لوجود اتفاق الايه التحكيم. لو انت رحت قدام المحكمه ورفعت دعوه، فالطرف الثاني قال دفع قدام محكمه بعدم قبول الايه الدعوه لوجود اتفاق تحكيم، رحت انت دفعت وقلت ايه؟ خلي بالك، دفعت وقلت ايه؟ لا انا بدفع ببطلان اتفاق التحكيم، ببطلان ايه اتفاق التحكيم. يجي هنا دور مين بقى تحديد موضوع النزاع في شرط مين؟ لو كان موضح بصوره واضحه وصريحه ان بطلان اتفاق التحكيم من اختصاص هيئه التحكيم، المحكمه هتحكم لك بايه؟ ها، بعدم قبول الدعوه لاختصاص هيئه التحكيم بمساله بطلان الايه العقد. طب لو ما كانش موضح في موضوع النزاع المساله ديت، خلي بالك هتضطر المحكمه انها تنظر في مساله مين؟ البطلان. يا نهار منين، يعني ايه تنظر في محكمه البطلان؟ ده انا كنت بعمل الموضوع ده كله عشان اروح التحكيم. طب التربه فين؟ هنقع فين؟ هنقع لو المحكمه حكمت بايه؟ ببطلان اتفاق التحكيم، ويبقى حكم صادر من محكمه وبعد كده تستأنف، تروح قدام الاستئناف، الاستئناف يقول لك ايه؟ بطلان ايه اتفاق التحكيم، تؤيد حكم اول درجه. يعني معنى ذلك ايه بقى؟ ان شرط التحكيم كله ومشرط التحكيم كلها ايه؟ ليه؟ لان اصبح صادر عندك حكم قضاء الدوله حائز لايه؟ لقوه الامر المقضي. فلو رحت التحكيم وخدت حكم، هتيجي ترفع دعوه بطلان وتقول ايه؟ والله اتفاق التحكيم كان باطل. ده مش بس كده، لا ده انت لما تيجي كمان في التنفيذ بعد كده، في التنفيذ لا يجوز الامر بتنفيذ حكم التحكيم الا بعد التحقق مما ياتي. اول حاجه انه لا يتعارض مع حكم سبق صدور المحاكم المصريه. يعني انت حتى لو فلتت من دعوى البطلان ورحت تنفذ، هيقول لك والله ده في حكم صادر من من قضاء الدوله ببطلان ايه؟ ها؟ اتفاق التحكيم. يعني حتى لو عديت من البطلان مش هتعدي من الايه؟ من التنفيذ. انت خدت بالك؟ عشان كده احنا بنقول موضوع النزاع موضوع ايه؟ موضوع مهم جدا. طبعا الى باقي الاسباب، لو كان احد طرفي التحكيم وقت ابرام فاقد الاهليه، هي الاسباب موجوده في الماده 3 وايه؟ 53. طيب رفعت دعوى البطلان واتحكم لصالحك وعايز تروح تنفذ الحكم، انت الحكم القضائي لما بتحب تنفذه بتروح تاخد حاجه اسمها ايه؟ صيغه تنفيذيه. هنا بقى بتاخد حاجتين، بتاخد حاجه اسمها امر تنفيذ، عشان لو عندك حكم اجنبي جاي تنفذه في مصر ما ينفعش اسيبه كده، انا كدوله ليا سياده. فبعمل ايه؟ بتجيب لي الحكم ده علشان اديك امر تنفيذ، اتاكد ان فيه اتفاق تحكيم، اتاكد ان هو لم يصدر بخلاف حكم سبق صدور المحاكم المصريه، اتاكد ان هو مش مخالف لمين؟ للنظام الايه؟ للنظام العام. بعد كده اديك امر التنفيذ، وبعد كده تاخد الصيغه التنفيذيه وتروح تنفذ الحكم كانك بتنفذ حكم قضائي بالظبط. طبعا هو الوقت لم يتسع ان احنا نثير كافه المشاكل، ولكن يعني اتمنى ان انا اكون اتكلمت في اساسيات التحكيم.